ألف سرزة وسرزة معي ألف لقمان ديري. هكذا حدثنا هرددشت. ملاحظاتهم على الشعب. للجميع ملاحظات على الشعب، نورد لكم قبسات منها. للمثقف الموضوعي المحلف ملاحظة أن مظاهرات الشعب خرجت من الجوامع، ولن نسرد عليكم ما لم يلاحظه لأنه كتير. للمنحبكجي المتعجرف ملاحظة أنه الشعب بجم وأنه بلا مليون وبالناقص من هيك شكيلات، ثم تطورت معه الحالة وأنه بلا مليونين، وتطورت معه الحالة أكثر وقال أنه إيه بلا 3 ملايين، وبعد ذلك تفاقمت معه الأمور وصار أنه بلا الكل أنا ومن بعد الطوفان. للمثقف المستشرق المقيم القديم تحت سقف أوروبا ملاحظة أنه الشعب بجم وما بتلبق لأوروبا، وأنه يروح يدافع عن بلده هالجبان أحسن ما له لاحقه لأوروبا. وللمثقف العديم اللي وقع بسلة الدين ملاحظة أنه النفرات لازم يعرفوا أنه أوروبا مسيحية وأنه ثقافتها مسيحية، وبيستحي لما حدا بيقول له السلام عليكم، وبيرتفع الأدرينالين عنده لما بيشوف نفر عم يضحك بالشارع بأوروبا. بينما للمثقف المتطور ملاحظة أنه ليش النفراية ما سلمت مصافحة على وزير أوروبي محترم، وأنه إذا ما عجبت روح السعودية. طبعا هو مو رئيس وزراء دولة أوروبية، هو كمان نفر بس حوالته في اسم النفر. وللناشط في أوروبا ملاحظة أنه النفرات ما بيجوا على الوقفات التضامنية، يا أخي شعب بجم عنده خلل في الغدد الثورية. وللمثقف المدهرنة المنحبكجية المقيمة في البلاد الأوروبية على أساس ثورجية ملاحظة عن النفرات أنه ليش بيقولوا للمعونة راتب، شعب بجم بهدلونا قدام الأجانب ولازم الأوروبيين يخفضوا لهم الراتب للنص، عفوا المعونة. وللفنان المعارض المزمن ملاحظة أنه الشعب بجم اختار توقيت خاطئ لإثارة الفوضى في زمن المقاومة والممانعة، ووصل في انفصام الشخصية لتحية أصحاب اللحى الشيوعية والشيعية أشي لفة باعت مسألة. وللمذيعة الفهلوية ملاحظة أنه الشعب بجم وما بيستحق يظهر بالصور إلا إذا كان ميت، لأنه ومن باب الفخر مستعدة تاخد مع القتلى صورة تذكارية. وللمنحبكجي الفهيم والعادي ملاحظة أنه الشعب بجم ومتآمر بصندويشة طلع بمظاهرات وشرطك ملفوفة بـ500. وللباحث الاجتماعي المتعاونة مع الجمعيات الخيرية لشؤون اللاجئين في المخيمات ملاحظة أنه شعب بجم وفجعان. وللمعارض الفندقي ملاحظة أنه الشعب بجم وما عنده ثقافة سياسية بالشؤون التركية. وللرئيس ملاحظة أنه الشعب جرس. وللفنان الممثل القديرة ملاحظة أنه الشعب كذاب وما عم بيموت، وأنه اللي عم تشوفوه تمثيل بتمثيل، وأنه حلب مو حلب، وأنه قصفون ما ماتوا هدول عم يمثلوا دور الميت على الشاشات تمثيل. وللشيخ الجليل ملاحظة أنه النفرات ما عم ينتبهوا على المؤامرة اللي بتتمثل بأنه الحكومات الأوروبية عم تدسلهم بالأكل لحم خنزير. وللشيخ الأجل ملاحظة أنه النفراية انزاح حجابها من على رأسها وهي وعم تغرق بالبحر. وللمثقف المهاجر القديم ملاحظة أنه نحن شعب ما بتلبق لنا الديمقراطية ومستحيل تطبق عنا، مستحيل. هذا الأخير مصر أنه يقول نحن ويسب على نحن بكل فخر واعتزاز وبمختلف اللغات الأجنبية. هكذا حدثنا هرددشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.